من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج شارع سعودي. السلام عليكم. نبدأها بفقرة الأخبار، حيث تستضيف منطقة عسير أحد أهم الوجهات الصيفية ذات الأجواء الباردة في المملكة مباريات بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي الذي يحظى باهتمام عالمي واسع، حيث تنقل منافسات البطولة عبر 38 قناة إلى 182 دولة في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز تحت رعاية روح السعودية، بالتزامن مع برنامج صيف السعودية. وانتهت أولى لقاءات البطولة التي جرت اليوم بفوز الهلال على نظيره الأهلي بركلات الترجيح. النادي الأهلي إدوارد ميندي أو بوبي فيرمينو، ياسين بونو في مرمى فيرمينو البرازيلي من أمام المغربي. طبعا الكل فايز، ما في حد خسران الليلة دامهم في أبها، لأنهم يفوزون بالجو الزين والطبيعة الخلابة في صيف السعودية. شددت الهيئة العامة للنقل على التزام جميع السائقين في النشاط النقل التعليمي بتطبيق الاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط وتقديم خدمات النقل بالتزامن مع قرب البدء في العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد التعليم. تضمنت الاشتراطات التنظيمية على ألا يقل عمر السائق عن 25 عام وشهادة خلو من السوابق، إضافة إلى حصوله على بطاقة سائق ورخصة قيادة سرية المفعول. كما تضمنت الاشتراطات حصول السائق على دورات إسعافات أولية معتمدة واجتيازه للفحص الطبي من قبل الهيئة، واجتيازه أيضا لاختبار الكفاءة المهنية وأي اختبار أو دورات تدريبية تحددها الهيئة العامة للنقل. بعد الفاصل، هل تعرف كيف تدار صورة السعودية الذهنية؟ شاهدنا الليلة لتعرف واحدا من أهم المشاريع الذي يسوق لأعظم قصة في القرن 21. أهلا بكم في الشارع السعودي في قناة السعودية. تكلمنا في الشارع السعودي على هذه الطاولة في حلقات سابقة عن أجانب سياح جونا للسعودية وشافونا، شافوا طبيعتنا، شافوا ناسنا، شافوا أرضنا، شافوا الأمن، وأيضا وثقوها في محتوى جميل من تجربتهم في السعودية. الرائع أنه العفوية هذه جميلة جدا أنه تصدر منهم، لكن الجميل أن يكون عندنا تواصل حضاري بعمل مؤسساتي. واليوم يقود مشروع سلام للتواصل الحضاري، هو أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها المملكة تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. هالمشروع يهدف إلى تعزيز التواصل الحضاري في المملكة والعالم الخارجي. أهدافه يعزز صورة المملكة دوليا، التواصل الحضاري، مكافحة الصورة النمطية اللي يشتغلون عليها اللي أنتم خابرينهم في تويتر، الحوار بين الثقافات وإنتاج المحتوى. أيضا عندهم برامج وحنشوف نموذجين رائعين في الجزء الثاني، برنامج القيادات الشاب التواصل العالمي، مبادرة سلام للإعلام الدولي، الأبحاث والدراسات، شراكات الدولية. طبعا الهدف أنه إحنا في السعودية عندنا قصة السعودية التي يجب أن يعرفها كل مواطني العالم، قال عنها ولي العهد باختصار أن السعودية أعظم قصة في تاريخ في القرن 21.
قبل نرحب بضيفنا خلونا نشوف هذا التقرير عن مشروع السلام للتواصل الحضاري نرجع. المملكة تقود المشهد بكافة المجالات ولم تتوقف عند هذا الحد، بل الجينات السعودية المتواجدة في شباب هذا الوطن يتم إعدادها وصناعتها لقيادة أكثر من مشهد. المشروع سلام التواصل الحضاري هو مشروع وطني حكومي يتبع للجنة الوطنية لمتابعة مبادرة تحادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. فانطلق مشروع سلام عام 2015، ومن خلالها عملنا على عدة برامج ومبادرات، من ضمنها برنامج تأهيل قيادات شابة التواصل العالمي. انطلق طبعا الأسبوع الحالي برنامج تأهيل قيادات شابة التواصل العالمي بنسخته السابعة، وهذه كانت امتداد لست نسخ ماضية. عدد المتقدمين تجاوز المئات من مختلف نطاق العمري، من 20 إلى حتى 32 سنة، من شباب وشابات المملكة المهتمين في مجالات التواصل الحضاري والصورة الذهنية، وكذلك المهتمين بتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، وكذلك المرور في جانب معرفي ومهاري يمكنه خلال البرنامج من عدة مواضيع. يتم استلام طلبات التسجيل بشكل يومي وحصرها وفرزها وفق معايير معينة، وهي اللغات اللي يتحدثها المشارك. اللغة الإنجليزية شرط أساسي في البرنامج، كذلك الإلمام في مجالات التواصل الحضاري. بعد التسجيل طبعا ننتقل لمرحلة الاختبار التعريفي، وهو نقيس فيه مدى معرفة المشارك ومتقدم في مجالات التواصل الحضاري، وكذلك يكون في مقياس للتواصل الحضاري يقيس إلمام المشارك. بعدها يكون ترشيح المقابل، ترشيح للمقابلة الشخصية ليأخذها المتقدم على مستوى لجان مخصصة. ثم بعد مرحلة القبول النهائي يكون في لقاء تهيئة للمتقدمين للبرنامج لانطلاق البرنامج بشكل أساسي كامل. سلام للتواصل الحضاري هو مشروع ونافذة لصناعات المستقبل. الشارع السعودي، محمد سحبان. اهلا بكم، مرحب بالاستاذ عبد الله الزهراني مدير اداره التنميه وبناء القدرات في مشروع سلام للتواصل الحضاري. استاذ عبد الله اهلا بك شارع السعودي. اهلا بك استاذ صلاح، وشكرا لقناه السعوديه وشكرا للشارع السعودي اللي اتاح لنا هذه الفرصه اليوم نحن نكون معكم ونقدم مشروع سلام، وايضا نتحدث عن ثنايا في البرامج والانشطه اللي نعمل عليها. الله يحييك. طبعا انا قلت مقدمه ارتجاليه عفويه عن المركز لاني انا احب المركز، ما في شيء. ان كان اخطيت فيها ودي انك تصحح. طبعا لمن لا يعرف، جاني اتصال يوم من الايام من سلام للتواصل الحضاري وقدموا لي دوره تدريب المدربين، وانا اسعد وافخر واتشرف اني اليوم اعتبر مدرب معتمد في الصورة الذهنية عن المملكة في مشروع سلام للتواصل الحضاري، وهذه أعظم هدية قدموها لي هذا المشروع. نؤمن في الشارع السعودي بأنكم جزء مهم في تحريك الصورة الذهنية عالميا ومحليا، لذلك نبغى نحكي عن أهداف سلام. ليش موجود سلام اليوم؟ ممتاز. أولا نحن نتشرف بك أستاذ صلاح، نتشرف بكل الخبراء والنخبة اللي ممكنهم يعملوا مع مشروع سلام ويعني يقدموا أو يساهموا في البرامج والأنشطة اللي نحن نعملها. مشروع سلام للتواصل الحضاري هو مشروع وطني تأسس عام 2015، ونعمل في يعني إطارين رئيسية أو في مجالين رئيسية، مجال التواصل الحضاري والصورة الذهنية. المشروع سلام يتبع اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. يرأس هذه اللجنة نائب معالي وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية معالي المهندس وليد الخريجي، ونحظى حقيقة في المشروع باهتمام معاليه
واهتمام أيضا أعضاء اللجنة الكرام في كل البرامج والأنشطة اللي احنا نعمل فيها. يعني يوم قلت الحوار الوطني ما عاد لكم علاقة بالمركز؟ والمركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطني هو أحد المراكز اللي أيضا تعمل في ذات المجال، ونحن نعمل بشكل متوازي يعني ومتوافقين في كثير حقيقة من الأعمال، نكمل بعضنا يعني. ممتاز جدا. طيب إيش الأهداف اليوم اللي قام عليها مشروع سلام؟ مشروع سلام مثل ما ذكرت في الدور الأساسي المسند له في مساندة الجهود القائمة في مجال تحسين الصورة الذهنية والتواصل الحضاري، ويعمل على تحقيق عدد من الأهداف. واحد يعني من هذه الأهداف أو أهداف المشروع هي الإسهام في زيادة فاعلية الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في الملتقيات للمشاركة في الملتقيات والمحافل الدولية، ويتم حقيقة تحقيق هذا الهدف من خلال عدد من البرامج التدريبية. يمكن واحدة من البرامج التدريبية اللي أشرت لها أستاذ صلاح واللي يعني كنت أحد المشاركين فيها اللي هو برنامج المدرب الدولي. هذا البرنامج يعمل على يعني إعداد كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة البرامج التدريبية لدينا في سلام. عندنا مجموعة من البرامج التدريبية، برنامج دراية والبرنامج الوطني دراية، وهذا خاص بمفدي القطاعات الحكومية. برنامج أيضا الثاني هو برنامج جسور، وخاص بفئة المبتعثين أو المقبلين على الابتعاث. البرنامج أيضا الثالث هو برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي. نحن أطلقنا في هذا الأسبوع التسجيل في البرنامج، وهذا البرنامج يستهدف الشباب في فئة محددة أو فئة عمرية محددة من 20 إلى 32 سنة، بعدد أيضا من الشروط والضوابط والمعايير اللي نحن يعني نبحث عنها. هذه النسخة السابعة للبرنامج، وستمتد إن شاء الله حتى يعني نهاية شهر أغسطس في تسجيل واستلام أيضا طلبات المتقدمين. طيب عشان يفهم المشاهد، أعتقد ما في مواطن أو مقيم على أرض السعودية ما يحب السعودية. ما في شيء. والبرنامج هذا هو جاء عشان يخلي الشخص اللي مستفيد من البرامج لا يسيء من حيث أراد أن يحسن. يعني أنا في الدورات، وأهنيكم على الحقائب اللي أنتم تعدونها، يمكن سويتها عشرات المرات، في كل مرة أستفيد. اللي ألاحظه أنه يعني تخبر يوم رحنا عسير ورحنا الشرقية صحيح. والرياض يعني بالعشرات قدامنا من كفاءات الدولة اللي أنا أتشرف أني أوقف قدامهم، لسان حالهم وقالوها في نص الدورة، يقولون طيب وش بيقدم لنا صلاح؟ مش صلاح اللي يقدم لك، هو سلام التواصل الحضاري. لما نخلص الدورة فعلا أضافت لهم عمل احترافي مؤسساتي، أكيد هم يتواصلون معكم، يطلبون الحقيبة، يطلبون، في ناس ممكن يطلبون مرة ثانية تأهيلهم بشكل أو بآخر. فهل معلومة يجب أنها تصل؟ لأنه اللي شفتها أنا في سلام للتواصل الحضاري عمل محترف، ودائما رؤية 2030 في كل المجالات علمتنا كيف أنك أنت تأتي من يعني لا تقبل بأنصاف الحلول. هل حقائب كيف بنيت يا أخوي عبد الله؟ خليني أعطي الصورة العامة للمشروع سلام وكيف يعمل المشروع. المشروع يعمل على يعني البناء المعرفي في شتى المجالات. نحن نعمل على إعداد دراسات وأبحاث وحقائب تدريبية وأدلة وسلسلة من المواد التثقيفية وسلسلة من المواد اللي يمكن أن توضح موجزات المملكة الحضارية. كل هذا الكم المعرفي اللي عمل عليه المشروع منذ فترة التأسيس في عام 2015 وظفناه على شكل يعني برامج تنفيذية تستهدف فئات ذات علاقة وارتباط بتمثيل المملكة على المستوى الدولي. فاستثمر هذه المعرفة اللي نحن عملنا عليها حقيقة في مشروع سلام على شكل برامج تدريبية، جزء منها يعني اللي انت ذكرتها، إضافة إلى عدد أيضا من المقاييس اللي مقاييس التواصل الحضاري. جزء من هذه او جزء من هذا الكم المعرفي نحن نقدمه في برامج درايه، برامج القيادات الشابه، برنامج جسور. ايضا نحاول ان يعني نوظف ايضا هذا الشاب او هذا الخريج من سلام في برنامج القيادات الشابه او المستفيد من البرامج المختلفه الاخرى
في أنشطة التواصل الحضاري المتنوعة، وبالتالي هذه المعرفة وهذا التأهيل يتم دعمه بممارسة فاعلة في مجال التواصل الحضاري والصورة الذهنية، وبالتالي يصبح عضو يمكن أن يشارك في المحفل الدولي بفعالية وبشكل مؤثر، يستطيع من خلالها أن يحقق الهدف الرئيسي في عملية تحسين الصورة الذهنية للمملكة والتواصل أيضا مع الشعوب مع الثقافات المختلفة. طيب خلينا نحكي عن القيادات الشابة، كم نسخة؟ نحن نفذنا يعني انطلاق البرنامج كان في 2018، نفذ 6 نسخ العام الماضي، كانت النسخة السادسة، نحن ننفذ مرة في السنة ونقبل فيه 70 شاب وشابة. السنة هذه إن شاء الله في عام 24 حيتم يعني تنفيذ النسخة السابعة، حتستمر يعني من بداية تقريبا سبتمبر حتى نهاية ديسمبر. التسجيل؟ لا، الفترة تنفيذ البرنامج، التسجيل خلال 3 أسابيع، انطلق يوم السبت الماضي وحيستمر حتى نهاية شهر. من تستهدفون عشان يسجلون؟ نحن نستهدف حقيقة الشباب والشابات المهتمين في مجال التواصل الحضاري وتمثيل المملكة في المحافل الدولية. شريطة أنه يعني الفئة العمرية تكون من 20 إلى 32 سنة، أيضا التحدث باللغة الإنجليزية شرط أساسي حقيقة في قبول المتقدم يخضع لعدد من الإجراءات، يعني نرسل أو نقدم أو يتم أداء اختبار معرفي ومهاري من قبل المتقدمين، ثم يخضع لاختبار خاص بمجموعة من المقاييس لدينا، ثم يعني ينتقل للمرحلة الثالثة اللي هي عملية المقابلة الشخصية وإجراء المقابلة الشخصية. بعد الاجتياز يتم يعني حصر كل الأسماء المرشحة للقبول النهائي، وبحسب يعني الترتيب والأفضلية يتم قبول 70 شاب وشابة. احنا يوميا صراحة نستقبل مئات الطلبات ونسعد حقيقة بهذا يعني بهذه الرغبة الكبيرة اللي عند الشباب وهذا الاهتمام وهذا الوعي حقيقة بضرورة وأهمية تمثيل المملكة في المحافل الدولية. شفتوا أثرهم يا أخي عبد الله؟ ما في شك الأثر، يمكن نحن نبغاك تسمع بشكل مباشر من الزملاء، لكن خلينا نتحدث عن أثرهم على شكل أرقام. يمكن استفادة الجهات الحكومية من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي منذ 2018 حتى الآن، يعني عندنا 198 خريج شارك في محفل دولي وكان بارتباط وبمساهمة مباشرة من الجهات الحكومية الأهلية. مشروع سلام يمكن ساهم في جزء بسيط فيها، 91 محفل دولي، هذه أرقام المشاركات الدولية. أيضا لهم في جانب الجلسات أيضا التواصلية والتواصل مع الآخر، عندنا مجموعة من الإنجازات لخريجي البرنامج، إضافة حقيقة إلى تقييم حقيقة لأحد الجهات أو الشركات الاستشارية اللي أتت وقيمت منتجات وأعمال مشروع سلام وقيمت البرنامج مع المستفيدين أنفسهم دون تدخل مشروع سلام. حصلنا على نسبة رضا عالية تتجاوز 75% من نفس المستفيدين، وهذا حقيقة يعني يجعلنا نشعر بالفخر. اللي يخلينا مستمرين في هذا النجاح هو دعم اللجنة الوطنية، دعم كبير نتلقاه من معالي المهندس وليد الخريجي. نستثمر هذا الدعم في تطوير البرنامج وفي تطوير أعمالنا وأنشطتنا بشكل جيد. كل نسخة نحن نصنع لنا تحدي حقيقة، ما هي القيمة المضافة التي سوف نخرج فيها في النسخة السابعة، وبالتالي يعني نحن في كل نسخة نعمق يعني العمل ونزيد من جودته وتطويره وتحسين أدائه. طيب احنا اليوم بعد الفاصل بيكون عندنا سارة السبيعي، وبيكون عندنا أحمد آل مفرح، وهم خريجين برنامج القيادات الشابة، بيكونوا معنا في الاستوديو. هالنموذجين من وين جو السلام؟ ممتاز. أحمد يمكن خريج لا يتجاوز عمره ترى 22 سنة، كانت له مشاركة في مع أحد الجهات الحكومية في قبل تقريبا شهرين في دولة تونس، وكان حقيقة حضوره رائع ومؤثر، وله بعض المقاطع اللي حدثت يعني واللي مشاركات الحوارية مع الشباب اللي صارت أثناء اللقاء. هذا الشغف الموجود اللي عند أحمد أو عند سارة أيضا اللي شاركت مع يعني بعض الجهات الحكومية هنا في داخل المملكة، لأنه الأنشطة الدولية ممكن تكون داخل المملكة أو تكون خارجها. فهذا الشغف الكبير صراحة اللي عند الشباب، نحن نحاول من خلال الاختبارات والمقاييس والمقابلات الشخصية وإجراءات القبول إن احنا يعني يقع الاختيار على المتميزين، على نخبة الشباب. العدد كبير صراحة، ما أخفيك أستاذ صلاح، في كل سنة يعني نحن تقدم لنا أعداد كبيرة جدا، نحاول حقيقة نتيح الفرصة لكافة الشباب
لذلك رفعنا نسبة القبول العام الماضي والسنة هذه إلى 70 شاب وشابة، كنا في النسخة السابقة كانت 60، وهذا جزء من عملية التطوير المستمر للبرنامج. إن شاء الله قد يكون فيه أكثر من نسخة في الأعوام القادمة. الحين قاعدين يسجلون؟ صحيح. ونسبة قبول متى يقفل البرنامج؟ الإغلاق حيكون إن شاء الله في نهاية أغسطس، في على بداية سبتمبر حتى تظهر يعني النتائج. طيب قبل ما ندخل الشباب ناخذ فاصل ونودعك أستاذ عبد الله، إيش تحب توصل لمن يراك الآن عن سلام؟ حقيقة نحن نعمل في مشروع سلام، عمل كبير وعمل وطني، ونهدف حقيقة إنه نتوافق في كل برامجنا وأنشطتنا مع يعني رؤية المملكة 2030 وما يقدمه بلدنا حقيقة من منجزات كبيرة جدا تستحق حقيقة أن يتم نقلها إلى العالم، وتستحق أن يتم تمثيلها بشكل جيد يعكس صورة المملكة الحقيقية. أتمنى التوفيق لكل المتقدمين، وندعو أيضا الراغبين واللي يعني أول مرة يسألوا أو يسمعوا عن مشروع سلام أو عن برنامج تهيئة قيادات شابة أنهم يدخلوا على الموقع مشروع سلام، يطلعوا على الإصدارات، يطلعوا على الأعمال، على البرامج، ولا زالت الفرصة قائمة. أتمنى التوفيق للجميع وشاكر لك حقيقة هذه الاستضافة، أتمنى لك التوفيق. أبرك الساعات والله. شكرا لك لأحفظ. الأستاذ عبد الله الزهراني مدير إدارة التنمية وبناء القدرات في مشروع سلام التواصل الحضاري، شكرا لك، وبنشوف النماذج اللي يفتخرون فيها سلام بعد الفاصل. شكرا لك، شكرا لحضورك. شكرا لك لأحفظ. لا تذهبوا بعيدا، فاصل نكمل بعد ما تبقى برنامج شارع السعودي، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، أهلا بمن انضم إلينا الآن. ودعنا عبد الله الزهراني مدير إدارة تنمية وبناء القدرات في مشروع سلام التواصل الحضاري، وسمعنا في البارت الأول كيف إن سلام يدير الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية، ويفتخر ويخرج شباب قيادات شابة للمشاركة في المحافل الدولية. نتشرف باستضافة أخونا أحمد بن سعيد بن مفرح، خريج برنامج القيادات الشابة في مشروع سلام التواصل الحضاري. أحمد شرفتنا في شارع السعودي، حياك الله صلاح، وشكري لك الاستضافة. سوينا مقدمة كذا مع عبد الله، والناس الآن متحمسين يسمعون قصصكم، أنت وأختي سارة منصور الصبيعي أيضا خريجة برنامج القيادات الشابة. أهلا وسهلا، سعيدين بهذه الاستضافة، وإن شاء الله أنا والزميل أحمد نكون ضيوف خفيفين مثل دولتنا أفضل تمثيل بإذن الله. السعودية لها حق علينا كلنا. صحيح. وأنتم تشوفون اليوم كيف أنه مواطن محب، مقيم محب، عدو متربص، في عندنا يعني ناس بأقنعة موجودين على منصات التواصل الاجتماعي ما يحبون السعودية ولا يحبونها تنجح. صحيح. في ضحايا لمعلومات مغلوطة، أنتم أكيد شفتوهم في المحافل الدولية. صحيح. شفناهم يمكننا مبتعثين، يعني يقول ليت أنكم سويتوا ابتعاث من أول عشان نعرف أنكم حبيبين. فالقاب هذا قاعدة تدفنه سلام يوميا، عشان يعني إحنا ما نبغى نغير حقائق، ما نبغى نقول ترى إحنا أحسن ناس، بس صحيح. إحنا نقول ترى إحنا كذا. صحيح. وقاعدين يشوفونا، يعني أعلن وزير السياحة يعني 27 مليون سائح أو بهذا الرقم. صحيح. ما جو عبث، كلهم جو. سوينا حلقة، عندنا فقرة اسمها ويلكم تو سعودي أريبيا، أوصيكم دائما تشوفونها. جميل. في برنامج شارع سعودي. في واحدة أمريكية سوى معها أحمد بن سعيد لقاء، قالوا وش جابك؟ قالت يوم خلص ولي العهد لقاء في فوكس نيوز طقيت تأشيرة وجيت. سلام. فهمت الحين. صحيح. الدور اللي انتم تقدمونه هذا مرة مهم، ودي اسمع منك كيف انضميت للبرنامج احمد. والله الحقيقة سلمك الله، على المستوى الشخصي الانضمام للبرنامج كان آتي من شغف. بالنسبة لي الشغف بدراسة العلوم السياسية العلاقات الدولية، ووجود الرغبة الحقيقية لتمثيل الوطن بما يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية. اليوم المملكة وفي الماضي وفي الحاضر ولا زالت دولة ذات مكانة إقليمية كبيرة، وزن وتأثير دولي، ولمست هذا في دراستي للعلوم السياسية، وبالتالي طالعت يميني ويساري وشفت إيش الفرص اللي من خلالها أقدر أعكس هذه المعرفة، أعكس هذا الشغف الحقيقي. وجدت البرنامج، برنامج تأهيل القيادات الشابة
التابع لمشروع سلام، وحقيقه انه ما اخذ سقف التوقعات اللي وضعتها له. البرنامج سلمك الله مثل ما انت عارف يقدم مختلف المعارف، يقدم مختلف المهارات، المشاريع، المتطلبات، ويسبح في 12 مجالا مهمة بالنسبة للمملكة، ومهم إبراز الصورة الذهنية فيها، لعل أهمها تمكين المرأة، رؤية 2030، تمكين الشباب كذلك، واللي كان لي فيها مشاركة في دولة تونس خلال أو قبل تقريبا شهرين من الوقت هذا. إيش المناسبة في تونس؟ المناسبة سلمك الله كانت مؤتمر دولي على مستوى إقليمي بتنظيم من وكالات الأمم المتحدة الإقليمية، وكان الهدف سلمك الله أنه الوفود المشاركة تناقش تجارب تمكين الشباب في دولها. بالنسبة للمملكة الله يحفظك، تمكين الشباب عندنا فيما أرى هو تجربة مختلفة جدا. التمكين عندنا في المملكة بالنسبة للشباب لا يقتصر فقط على عدد من البرامج ولا عدد من التشريعات ولا عدد سلمك الله من المبادرات، وإنما يتجاوز ذلك. اليوم في عقلية، في مايندسيت، في منتاليتي تمكن وتدعم الشباب بشكل كبير في المملكة. فبالتالي كان من المهم جدا أن وفد المملكة يحضر ويشارك بوزن المملكة في هذا الاجتماع، وهذا اللي حصل. نسمع منك أكثر سارة، إيش شدك في برنامج القيادات الشابة؟ استكمالا لحديث زميلي أحمد، الأمانة أتت مشاركتي في تأهيل برنامج القيادات الشابة بالتزامن مع الحراك الحيوي اللي تشهد المملكة في استضافة الوفود من خلال المؤتمرات العالمية والدولية. فسلام كان حريص جدا على تقديم المهارات في قواعد الاتيكيت الدولي، ومن خلالها يتم استقبال رؤساء الوفود كالسفراء والوزراء عندنا في المملكة والقضاء معهم فترة زمنية مدة 3 أيام إلى أسبوع حسب انتهاء مدة المهمة في المؤتمر. وكان لنا الشرف طبعا أن نبرز صورة المملكة وحضارتها وثقافتنا لهذه الشعوب، وأيضا نتكلم عن إنجازات العظيمة التي تشهدها دولتنا العزيزة. في عندكم قصص بما أنكم رافقتوا ناس؟ أنا الأمانة رافقت عدد من الدول اللي ممكن ما صار لي الفرصة أني أزورها، وهم زاروني هنا زي جمهورية غامبيا، سيشل، جزر القمر. للأمانة أكثر شيء لمسه أن باختلاف الأديان والثقافات إحنا قيمنا الأساسية واحدة وهدفنا واحد اللي هو التسامح والتعايش وتقبل الآخر، وهذا أساس كل فرد يعيش على هذه الحياة وفي المجتمع يعني. ممتاز. في الدورات اللي احنا نقدمها طبعا ترى كلنا عيال قريه وكلنا نعرف حياة، انا خريج سلام التواصل الحضاري ما شاء الله في بس انه المدرب الدولي. تخيلوا انه شخصيه كبيره حب السعوديه وجاء في زياره رسميه، رجع سائح بسبب سائق، صحيح، السواق اللي كان يسوق هذا يعرف حدوده، مهذب كذا، فزعل بشماغ يوم يبغى يصور كذا، قال ممكن أعطيك شماغي، تخيلوا. فدليل على أن إحنا كمان ننتقي من يستقبل، يعني من إحنا في شارع سعودي هنا نقول ترى ما في مذيع أهم من مخرج، ولا كلنا 11 لاعب ونأدي مباراة، لو غاب واحد اختل الفريق. الموضوع في استقبال الوفود نفس الكلام، صحيح، السيارة، السائق، الأكل، الوقت، الاهتمام، فأكيد أنكم تشعرون فيها. ودي أسمع منك يا أحمد كيف كانت تجربتك في مشروع سلام، وكيف ساهم سلام في وأنت يعني خريج علوم سياسية، صحيح، كيف ساهم سلام في رفع قدراتك؟ وأنا عجبني كلمة الشغف، ترى الشغف دائما أخذناها من ولي العهد. أي صحيح، الله يسلمك. والله الحقيقة لما أراجع الذكريات وبرنامج سلام وأشوف إيش الأثر اللي تركها والقيمة المضافة اللي تركتها لي على المستوى الشخصي، صراحة أوقف لحظة كذا وأفكر شوي وأقول لا والله، اللي حصل حقيقة أنه البرنامج كان نوعي من درجة مرتفعة جدا، وبالتالي البرنامج مثل ما أنت عارف هو يستهدف بشكل رئيسي تمكين الشباب وتطويرهم في مجالين رئيسيين، مجال التواصل الحضاري، والمجال الآخر اللي هو تمثيل المملكة في المحافل الدولية بما يبرز الصورة الحضارية الإيجابية عن المملكة العربية السعودية. هذا كان الهدف للبرنامج، لكن مجرد ما يدخل المستفيد ومستفيد البرنامج بعد الرحلة، رحلة 3 أشهر، ينظر للوراء ويجد أنه لا، في مهارات أخرى اكتسبها المشارك والمشاركة ومعارف أخرى ما
ما كانت موضوع على الورق. يعني على سبيل المثال التحدث العام وما يسمى بالببليك سبيكينج، البروتوكولات الدولية المختلفة هذه عملنا فيها سلمك الله، وكانت هذه أحد المحطات الجميلة في البرنامج، محاكاة لنموذج منظمة الأمم المتحدة يسمونها Model United Nations. الفكرة سلمك الله أنه جميع المستفيدين من البرنامج كل واحد منهم يمثل دولة معينة، وبالتالي في وقت قصير لابد أنه خلنا نقول يزيد المعرفة حقته في مصالح هذه الدولة، أحلاف هذه الدولة، ماذا تميل إليه الدولة، ماذا تميل العداوات وما إلى ذلك، وفي ذات الوقت يمثل هذه الدولة بما يخدم مصالحها وفقا للبروتوكولات وقواعد القانون الدولي المختلفة. فلما طالع في البرنامج مرة أخرى المكاسب والمكتسبات على المحور المعرفي والمحور المهاري كبيرة حقيقة، ولكن إذا أردنا أن نصل إلى المنتج النهائي للبرنامج فهو سلمك الله شاب سعودي أو شابة سعودية على قدرة عالية من تمثيل وطنهم بما يليق بالمملكة من مكانة وحجم، وفي ذات الوقت على قدرة ممتازة من التواصل مع الثقافات الأخرى بالقيم الإنسانية المشتركة. سلمك الله المملكة جزء من العالم، تقع في نصف العالم، تحيطها ثلاث قارات، تطل على ثلاثة معابر مائية مهمة يعبر عنها جزء كبير من التجارة العالمية، وبالتالي احنا جزء من العالم. التواصل مع الآخر مهم، وهذه أحد الأهداف والمستهدفات بالنسبة لمشروع سلام. إيش الدروس المستفادة اللي استفدتها سارة من هالمشروع؟ لأمانة عدة دروس يعني استفدناها واكتسبناها من خلال هذا البرنامج، أهمها أنه اعتزاز المواطن بوطنه وبلده، وكيف أنه يبرز هذه الصورة الحضارية لمختلف الشعوب، وكيف يكون متمكن من الحوار الثقافي مع تعدد واختلاف الشعوب والثقافات. طيب أيضا غير استقبال الوفود، أنت شاركتي في محافل دولية؟ لا، حاليا فقط المحافل المحلية الدولية المحلية. كيف مشاعرهم وانت متودعونهم؟ طبعا أهم نقطة اكتسبناها أساسا هي العلاقة الوطيدة المستمرة مع الدولة المستضيفة، معي شخصيا يعني المستمرة، يعني تقريبا لي 3 سنوات تستمر خلال المناسبات والمعايدات على تواصل مستمر مع الشخص اللي كان موجود معنا، سواء حتى على مستوى عالي كسفير أو وزير أو رئيس منظمة أو هيئة حكومية. يعني فهذا الشيء يعزز في أنسنة يعني جدا للأمانة، يعني فهذا الترابط اللي أنت تشوفه هو اللي يعزز فينا القيم الإنسانية بيننا وبين الدول المستضيفة. عندك قصص يا أحمد من مشاركاتك؟ والله سلمك الله هي مشاركة وحيدة يعني، ولكن الأثر المطلوب حصل فيها. لعل القصص مختلفة ومتنوعة، ولكن لعلي أذكر نقطة كان لها بليغ الأثر حقيقة في المشاركة الأخيرة، وهي عملية القواعد والبروتوكولات الدولية، واللي هذه خذينا فيها سلمك الله كورسات أو خلينا نقول دورات بعمق جيد جدا خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة. حدثت عديد من المواقف، عديد من الأحداث خلال فترة المؤتمر، ولولا المعرفة هذه الجيدة بالبروتوكولات واللي اكتسبتها من خلال البرنامج لكان ممكن تصعدت هذه المواقف إلى ما لا يحمد عقبه. فبالتالي كان هذا من جانب، جوانب أخرى يعني عديدة حقيقة، ولعل الذاكرة ما تسعني في الوقت هذا. طيب سارة، ودنا نعرف يعني هل أثر فيك مشاركتك في سلام وغير نظرتك للعلاقات الدولية، وانت شابة يعني حملتي مسؤولية عظيمة أنك تنقلين صورة ذهنية مميزة عن المملكة؟ صحيح، للأمانة خريج سلام يمتلك القدرة على الحوار الثقافي، وهذه أهم نقطة اللي إحنا نحتاجها كشباب، كيف نحاور الدول المستضيفة بثقافتها وبهويتنا إحنا نبرزها لهم. فصراحة هذا ساعدنا مرة كثير، وحريصين كافة فريق سلام على التطور في تقديم أنواع البرامج التدريبية بحيث إنه يخرجون شباب متمكنين من تمثيل المملكة وإبراز صورتها الحقيقية لكافة الشعوب. في لقاء ولي العهد وانت تتكلمين ذكرت إجابتها على السؤال كيف الانفتاح عن المملكة كيف يصمد شخصيتنا،
صحيح. فقال احنا عندنا شخصيه يعني اولا لها جذور اسلاميه وعندنا شخصيه وطنيه مرنه. صحيح. فاذا الشخص هذا ما صمد المشكله ليست في الانفتاح، المشكله فيه هو. صحيح. فايش تعليقكم على هالكلام العميق وانتم اليوم تخوضون نفس التجربه؟ اكيد أحمد. اكيد الله يسلمك. الحقيقه انه مثل ما سبق واسلفت المملكه جزء من العالم، ما نقدر احنا ننعزل على انفسنا الله يسلمك ونغطي على اعمارنا. لا، ان كان لنا سلمك الله من اهداف اقتصاديه، من اهداف اجتماعيه على مختلف المستويات ونرغب في تحقيقها ونشوفها اليوم تتجسد في رؤيه 2030، فلا بد ان احنا ننفتح على العالم، نقبل ونتحدث مع الاخر، وفي ذات الوقت لابد انه نعزز من ثقافتنا سلمك الله، وهذه احد المستهدفات الرئيسيه اللي مر عبرها المستفيد في البرنامج، انه يكتشف ويكون المعرفه الجيده بمقدرات المملكه على مختلف المستويات. استعرض المقدرات الحضاريه التاريخيه، الممالك سلمك الله اللي كانت في اراضي المملكه لالاف السنين. فبالتالي عن طريق تمكين سلمك الله شبابنا وشاباتنا من معرفة وطنهم احنا نفتح العالم، ما عندنا اي اشكاليه. الان في تسجيل زي ما قال عبد الله الزهراني، وعلمي الشباب والبنات اللي قاعدين يسجلون الحين، وش استفدتي من سلام؟ كيف دخلتي؟ كم كانت المده؟ وش البرامج اللي اخذتيها يا ساره؟ سلام تقريبا مدته 3 اشهر، اكتساب المهارات في القيادة والحوار وتقبل الآخر على أيدي خبراء ومتخصصين. تناولنا العديد من القضايا مثل ما ذكر زميلي أحمد في تمكين المرأة ورؤية 2030 وحقوق الإنسان، هذه يتم مناقشتها ومداولتها أثناء الزيارات الميدانية وأيضا أثناء المناظرات مع الزملاء والزميلات، فهذا يمكننا من كيف تكون القضايا المثيرة عن الصورة الذهنية نقدر نتحدث عنها بصورة إيجابية. أحمد شجع اللي قاعدين يسجلون الحين. أبد، أنا أشد على يد شبابنا وشاباتنا بأنهم ما يفوتون الفرصة، بغض النظر عن خلفية تعليمية، الخلفية العملية، وجود الاهتمام من عدمه، فيما أرى أنه تمثيل الوطن، تمثيل المملكة على مستوى يليق بمكانة المملكة هو في حقيقتها واجب وطني، وجد الاهتمام أم لم يوجد. كأشخاص احنا مهتمين ومحترفين في الصورة الذهنية عن السعودية عن وعي ليس عن عفوية. صحيح. لأنه احنا ما نشكك في الشباب والشابات السعوديين اللي راحوا وقابلوا مستثمرين أو أنهم كانوا مبتعثين، يحب السعودية بس تلقينه أساء من حيث أراد أن يحسن. صحيح. خصوصا لما مثلا يتكلمون على أنه احنا عندنا بدون ذكر يعني أمثلة عشان ما تفهم غلط، لكن احيانا احنا ننفعل ونتكلم ونفكر ان احنا نمشي صح وفي الاخير يفسرونها يقولون انت ايش قاعد تقول، فهو قاعد يسيء. احنا نحكي عن وعي. صحيح. ما تلاحظون انه في قصص كثيره جديره بان تظهر؟ يعني لو جينا مثلا لطافه كان عندنا حلقه عن حقوق الانسان واستضفنا رئيس لجنه الاتجار بالاشخاص. فكيف انه يقول أنه لو جينا لعلاقة السعوديين العوائل السعودية مع العمالة سواء العمالة المنزلية أو العمالة شوف المقاطع يعني حتى طلعناها عندنا في البرنامج من ألسنة العمالة أنفسهم، ما أجبرناهم من حساباتهم الشخصية، هو قاعد يتكلم لدولته بأسلوب أكيد شفتوا عشرات. صحيح. منها ليش ما توصل هذه للعالم وأنتم في سلام للتواصل الحضاري؟ سارة، أنا أشوف بالعكس، يعني الآن في ظل الانفتاح والتواصل ومنصات التواصل الاجتماعي بالعكس في صور كثيرة تبرز دور المملكة مو من شعبها، من الناس المقيمة ومن الناس اللي احنا نستضيفهم، فبالعكس أشوف أنها لها دور مرة كبير، وكيف أثرنا احنا وتعاملنا مع ضيوفنا ومع المقيمين بالذات حتى في فترة كورونا، كيف أن المملكة تقدم دعم لكافة سواء للمواطن أو للمقيم، فهذه بحد ذاتها أشياء تعكس بالعكس صورة المملكة بطريقة إيجابية وحقيقية فعلا نلمسها منهم. لك تعليق أحمد عليها؟ لا كلام الأخت سارة على متن الله. أين سيكون أحمد
في المستقبل؟ والله حقيقة أخ صلاح ممكن أنتم من الجيل اللي سبقنا، لكن بالنسبة لوضعنا احنا كشباب وشابات سعوديات اليوم خصوصا اللي في الجامعة وعلى مشارف التخرج، نحظى حقيقة ب خلينا نقول بمستوى عالي من التنوع في الفرص، لحد انه الشخص ممكن يشعر بالتشتت زي ما قال هذاك، يقول ترى الوظائف هي اللي تدورنا احنا ما ندورها. اي وصلت الله يسلمك. ف الحقيقة الخيارات على المستوى الشخصي الخيارات متعددة وكثيرة، ولكن مهما كان الخيار تستمر في إدارة الصورة الذهنية بطريقة أو بأخرى، سواء أنت في كملت في المحافل الدولية أو استقليت بوظيفة؟ أكيد الله يسلمك، وأنا أشوف أنه كل مواطن مواطنة يشارك في رسم الصورة الذهنية على المملكة العربية السعودية، هي ما تقتصر على موظف حكومي أو موظف قطاع خاص أو غيره. اللي يسافر اليوم سلمك الله للسياحة، يروح الدول الأوروبية، الدول الآسيوية أيا كانت، اللي يطلع للدراسة الله يحفظك، اللي يتواصل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، هو يساهم بطريقة أو بأخرى في رسم الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية. سارة، كيف بتكونين في المستقبل في إدارة الصورة الذهنية عن السعودية؟ للأمانة أكيد لازم الاستزادة من المهارات والمعارف اللي احنا تمكننا من إبراز الصورة الحقيقية للمملكة، وأيضا نحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يخدم وطننا ومجتمعنا على أكمل وجه بإذن الله. طيب، أبغى رسائل منكم يا أحمد وسارة توجهونها سواء للي شوفنا الحين من العالم الخارجي أو من حتى الشباب والشابات اللي بيسجلون في برنامج القيادات الشابة. رسالة في أي جانب؟ أي رسالة تبغى توصلها لهم؟ أبد، أنا رسالتي قد تكون للعالم أفضل. أنه اليوم المملكة العربية السعودية الله يسلمك تمر بتوقيت فيما أراه تاريخي جدا. سلمك الله، عندنا احنا في العلوم السياسية لا يدرك التاريخ ولا تدرك عظمة دولة معينة أو مجتمع معين إلا سنوات وقرون يرجعون الباحثين يبدون يكتشفون. اليوم هذا يحصل في المملكة، فللعالم أجمع اليوم المملكة تمر بتغييرات كبيرة بفترات تاريخية مهمة، كونكم جزء منها يصنع تاريخ لكم أنتم. سارة، للأمانة أنا دائما في كل مشاركة يعني أذكر نفسي وزملائي بهذا التذكار البسيط. أيوة. اللي هو شعار المملكة، للسلوك الفرد دائما يعكس صورة وهوية المملكة في كيف تعاملنا مع الآخر، وكلنا هدفنا واحد أن نقدم رسالة لكافة الشعوب أن نعيش في وطن عظيم له تاريخ عريق، وهذا أقل واجب إحنا نرد فيه جميل وطننا. كفو وبيض الله. طبعا هذه لك سمرة. تسلمين. اي ملصق تقدر تلصق في اي مكان سواء ممتاز. على الهاتف او السياره او هذه من اعظم الهدايا لانها خريطه صحيح. وطننا. احنا والشارع السعودي والمشاهدين عرفنا انكم شباب غيورين على البلد. صحيح. اخذتوا برنامج القيادات الشابه و ما رشحوكم سلام إلا لأنهم يفتخرون فيكم وتقدركم كقدوات، لكن اللي أعرفه من السيرة الذاتية اللي قدامي أنت خريج علوم سياسية. أنا ما بعد تخرجت لسه. لسه طالب. تبقى لي السمستر الأخير. يعني هذا ما شاء الله تبارك الله الثقة وأنه يصدرونك سلام للمحفل وأنت لسه طالب، فهذا دليل على يعني كفاءة الشاب السعودي. صحيح الله يسلمك. طيب. ودي أحكي، ما ودي أقرأها، ودي أن تتكلم عن طالب. صحيح، طالب علوم سياسية في جامعة الملك سعود الله يسلمك، والاهتمام عندي يتقاطع مع التخصص وهذا من حسن حظ. مطلع جيد على مجريات الأحداث السياسية والدولية في إقليم الشرق الأوسط. صحيح الله يسلمك. تمتلك 3 سنوات من الخبرة المهنية في 3 قطاعات مختلفة، يعني في السياحة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، حل المشكلات والتفكير الناقد، تتقن مهارة التواصل والتحدث العام، لدي خبرة 5 سنوات مع نادي إيش؟ نادي توست ماستر. توست ماستر إنترناشونال للخطاب والقيادة. صحيح. ما شاء الله، واضح. عندك 1000 ساعة تطوعية في مجالات إنسانية، عضو عدد من الأندية الطلابية ومنها نادي العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وأيضا متقن
اللغة الإنجليزية، وأنت أيضا يعني خريج برنامج القيادات الشابة. نفخر فيكم والله يا أحمد. الله يسلمك ويسلمك. أيضا سارة، أنت مديرة العلاقات العامة بين الشركات في مركز التوحد الأول. صحيح. وش التوحد الأول؟ هذا عملي السابق، حاليا أنا في الهيئة العامة للأوقاف. أنا عموما مهتمة أساسا في تنمية القطاع الثالث في برامج الاستثمار الاجتماعي. بكالوريوس إدارة أعمال ونظم أعمال من جامعة الإمامة. صحيح. ما شاء الله شاركتي في إكسبو 2016. صحيح، شاركنا في عدة مشاركات دولية، بس اهتمامي فعلا في مجالي المهني في تنمية القطاع الثالث، وكيف أن احنا نخلق مبادرات ذات أثر لتنمية المجتمع. الشارع السعودي يفخر فيكم. الله يحفظك. أنتم جزء من الشارع السعودي اللي علينا يعني أمانة لإبراز الصورة الذهنية بين قوسين الحقيقية عنا. صحيح. لا نبي أحد يظلمنا ولا نبي ناخذ فوق حقنا، احنا نبغى نقول للعالم أنه هذا احنا. وأعتقد أنكم أنتم وكل زملائكم وزميلاتكم في هالبرنامج بتكونون خير سفراء لتقديم صورة مشرفة عن المملكة العربية السعودية. شكرا يا أحمد. شكرا جزيلا على هالمشاركة وعلى إثرائك لهذه الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا يا سارة أصبيعي على حضورك وعلى مشاركتك. شكرا للهدية الجميلة. شكر لكم والله، فخر لنا والله العظيم نتكلم عن وطننا. بحطها في الأيباد. ضروري. لا تذهبوا بعيدا، فاصل لكم بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي، فابقوا معنا. وش في خاطرك الآن؟ نتابع. أصير لاعب كرة قدم. أدخل تخصص أحلامي. تمريض. خاطري أشياء كثيرة، بس اللي أتمنى الحين سيارة. إن شاء الله أنسى اللعب كرة إن شاء الله. وفي خاطري بإذن الله أصير دكتورة بالجامعة وألف دول العالم بإذن الله. إن شاء الله تخرج من الجامعة بعد الدرجات، وإن شاء الله توظف وظيفة حلوة. خاطري أني أصير ضابط أخدم الوطن وملك سلمان. وعاش ملك سلمان. أول شيء أتمنى أنا أكون سند للوالدة بعد الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أني أخرج من الثانوية بنسبة ترضيني وترضي أهلي بإذن الله تعالى. والله في خاطري إن شاء الله أني أنقبل في تخصص حلو، يعني إن شاء الله أني أنقبل في تخصص حلو، لأن إيش جاء الترقية بجامعة تبوك، ويا أحياء يا إيش إدارة أعمال. أبغى أصير سعودي بالنسبة عشان فيها الأمن والأمان، حكومة قوية، تعليم وجودة فائقة، واللي يجلس في أي بيت يكون مطمئن. إن كتبتم لنا رأيكم أو نقدكم فسنأخذه في الاعتبار. حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي دائما تنتظركم، منكم نستفيد نتعلم. أيضا فريق الشارع السعودي بقيادة الزميلة نورة الربدي رئيس التحرير دائما هنا من أجلكم. شكرا. منتج هذه الحلقة فهد بن ضبعان، ومخرجها بدر العنزي وعايض العتيبي. كونوا بخير.